هل استطيع انا هل استطيع انا ان اكتب وصفه طبيه وتقبلها انت؟ لا هو ده يحكي باختصاصه، ده يحكي باختصاصه استاذ حسين، وكيل مرجع ديني وخلع العمامه. هو رجل غير مختص، هو غير مختص، وبالتالي هو يناقض نفسه عندما ذهب الى العلمانيه وانكر امكانيه ان تكون الاحكام الاسلاميه. طيب طيب يجوز 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 لقى الاصلح في العلمانيه، انت ليش ضايج؟ ما ضايق الاصلح لحياته قصدي. لا لا اعتقد انه رجل غير مختص. لا لا بالعكس انا ما ضايق، انا اقول هو رجل غير مختص وبالتالي لا يحق له الحديث بهذه القضايا. استاذ حسين اني اشكرك جدا. استاذ ضياء مجتمع اسلامي؟ نعم يريد هو يصير يعلنوها دولة إسلامية. يلا سووا استفتاء، يعلنوها دولة إسلامية. يقدرون يعلنوها دولة إسلامية استاذ ضياء؟ يقدرون يعلنون العراق دولة إسلامية؟ العراق دولة إسلامية، من قال العراق غير دولة إسلامية؟ العراق ليش ما تعلنوها؟ ليش ما تقولون العراق معلن؟ العراق من 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 اكبر الدول الاسلاميه الان. الدستور هذا زين، والطوائف الاخرى اللي تسكن قبل الاسلام استاذ حسين، والطوائف الاخرى اللي تسكن قبل الاسلام بالعراق سيدي نطردهم؟ سيدي هذا نطردهم؟ لا لا لا، هذا الدستور غير اسلامي، وبالتالي العراق دوله اسلاميه. سواء كتب الدستور كتبته الاداره الامريكيه او غيرها، العراق حكم لآلاف السنين على أنه دولة إسلامية وهو من حواضر الدول الإسلامية. هذا سواء كان هذا الحاكم إسلامي أو علماني. هذا الكلام أنت تتحمل مسؤوليته.